يتساءل بعض التلاميذ كيفية الحصول على نقطة إيجابية في مادة الفرنسية. إليكم هذا الحل، هو عبارة عن فيديو مقدم من طرف سوكسي باك 1 لتحضير امتحان الجيوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة شوكومينيك تي في. لن أقدم لكم هذا الفيديو لكي أفسر لكم طريقة كتابة التعبير الكتابي أو ما يسمى بالفرنسية أو ما يصطلح عليه بالفرنسية لا بروتيكسيو إكخيت. إذا سوف أقدم لكم عدة فيديوهات تتطرق لعدة أنواع منها البروتيكسيو إكخيت أو التعبير الكتابي. إذا إليكم المثال الأول. Produit secret, sujet, et je vous Il arrive que certains parents se disputent devant leur enfant sans trop se soucier des conséquences de leur acte. Et dans le cas où on a dit qu'il y a un problème, il y a un problème. Dans le cas où on a dit qu'il y a un problème, à partir de votre expérience personnelle. Rédiger un texte argumentatif. Il est noé de nos, il est noé sidéré ou hujéji. Vous vous montrerez les effets de ces scènes. Non, t'alimètes. Vous vous montrerez les effets de ces scènes de ménage sur l'éducation des enfants et leurs relations familiales. Il y a un mot, ou un mot à Eli, qui se marre à la machine qui les a fait avec l'abat ou l'abna, le chousseau, c'est avec. Mauvais traitement les tiennent ou l'atfal à même la validité d'yalum ou l'abadir. Le mouchkele il est m'khilel. Il arrive que certains parents, avec bad l'abad ou l'yal omor, se disputent devant leur enfant. Tu crois que je suis bien ou bien l'atfal d'yalum ou l'yal omor ou l'abad, là il y a des moun, bazazan, minnetaïj, l'ouachim l'had l'afal l'ad. Allez l'atfal. Dans le plan d'arcta, à partir de votre expérience personnelle, rédigez un texte argumentatif. Il y a un texte narratif, descriptif, argumentatif, conjonctif, etc. Moi, je vous dis un texte argumentatif. Un texte argumentatif. Un texte plan les effets. نتائج ديال هذوك المشاهد ديال ليديكاسيون ديال تربية الأطفال الانعكاس عليها والعلاقات ما بين الآباء أولياء الأطفال على عليهم يتسرع. إذا خاصك ولا بدا تحضر واحد بلو اللي تحاول يستجيب واحد المعايير محددة للحصول على نقطة إيجابية في السكريت. راه فورا 10 نقاط راه ماشي سهل. إذا لكم هذا الحل. إذن لخصهم تفهموا أيها التلاميذ الأعزاء أن لا برودكسيو كريت تعتمد على بلان تسمى بلان أغريمونتاتيف في 3 أقسام في لانتروديكسيون ديفلوبمون ولا كونكليزيون وكل قسم من هذه الأقسام تنقسم كذلك. إذن نعطيكم مثال ديال لانتروديكسيون اللي في هذا الموضوع اللي سنتناقشوا فيه. هناك قسمين أساسيين بريزونطاسيون دو سوجي وأمني سوجي. لا بريزونطاسيون دو سوجي معناها تقدم السوجي ديالك بهذه الطريقة هذه. مثلا لقيتي شي موضوع تتعلق بالعائله تقول سيغتان بارون تروف لو فات دو سو ديسبوتي دو لور انفون اون شوز نورمال اون شوز بانال. اذا انت تحاول تكتب بطريقه ديالك بالاسلوب ديالك هذاك السوجي تردو بواحد الطريقه ديالك انت داكوغ. اي حقيقه تنقل هذاك السوجي ولكن بطريقه ديالك ما تنقلش السوجي كيف ما هو ولا بدات تبدل به اشياء بحال المثال هذا.
خذ معايا هذا المثال هذا وحاول تدرب عليه. Certains parents trouvent le fait de se disputer devant leur enfant une chose normale, une chose banale, et considèrent que les enfants ne comprendront pas et que ces disputes ne vont pas les affecter. خذ بعض المصطلحات اللي تتبان لك مزيان هنا في هاد لا بارتي هادي اللي بينتها لكم بالزرق هي معنى بريزونطاسيون دو سوجي. خاص تقدم السوجي اولا ماشي تدخل فيه مباشره. اذا من الجنون انك تدخل مباشره السوجي تحصل على نقطه ما ردهاش لك. اذا بغيتي تحصل على نقطه مزيانه خاص تدخل واحد الدخله مزيانه, دير واحد الدخله معقوله. هي لا بريزونطاسيون دو سي جي هو اللي كان ناقصك, هاد الكلمات هاد التعبير هذا هو اللي ناقصك. اش غدير انت؟ غادي تحاول ديرو في اوتو ديكتي, تعود عليه بحال اوتو ديكتي, تدرب عليه مزيان باش اللي بان لك شي برو ديسكريتي تتمحور حول هاد المساله هادي, حول العائله الى اخره, علاقه الاب مع الابناء ديالو الى اخره. تقدر تستعين بهذا بحال هاد المقدمات. اذا سوف اقدم لك عده فيديوهات ان شاء الله ايها التلميذ العزيز باش تقوى في لا برو ديسكريت. Certains parents trouvent le fait de se disputer devant leur enfant une chose banale ou une chose normale ou une chose banale et considèrent que les enfants ne comprendront pas et que ces disputes ne vont pas les affecter. Il y a une مقدمة هذه تسمى مقدمة خاصة بالموضوع. من بعد اطرح سؤال تسمى ديفيزيون ولا اموني لي سوجي. تحاول تلقى واحد الوسيلة باش تدوز ديريكتومون ديفلوبمون. بعد الأسئلة mais est-ce que cela n'a pas d'effet négatif sur l'enfant? Maintenant, mais est-ce que cela est vrai? Maintenant, vous êtes chez Félan, Hakiri, vous êtes chez Félan, hein? Bien, en bas de l'abbé, trouve le fait de se disputer chez Tabi. Idem, Hadi, il y a l'introduction. Qu'une bas de production fait trois étapes. Aucune production crée. بعد الانتروديكسيون فيهم دوز ايتاب. هنا مثلا هذا تيطلب دوز ايتاب. بروميير ايتاب معناها تقدم السوجي ديالك. سيغتان بارون تخوف لو في دو سو دو سويتي دوفون لوغ زونفون اون شوز نورمال و اون شوز نو بانال اي كو لي زونفون نو كومبخوندرون با اي كو سي ديسبيوت نو فون با لي افكتي. من بعد غتقدم اومني لي سوجي مي است كو سولا نا با ديفي نيجاتيف سيغ لونفون. إذن هذه هي الانتروديكسيون خاص ولا بلدا دير بريزونطاسيون من بعد دير أسئلة متعلقة بأنك تقدر تجاوب عليها في الديفلوبمون. إذا ننتقلوا دابا للديفلوبمون ونحاولوا إذا انتبهوا معي دابا انطلقوا للديفلوبمون. هنا تتكلموا على بلان سامبل. بلان سامبل تعتمد بالخصوص على الإيداع بالرأي ديالك وتقديم بعض الحجج الداعمة للرأي ديالك. من ديفلوبمون لبغيتي تقاد بلان سامبل معناها تعتمد فقط على الرأي ديالك بالبعض الحجج, تستعمل التقنية هذه. بيرسونيلمون je pense que devant les enfants, personnellement, je pense que devant les enfants, ces actes sont irréfléchis. Je pense que cette chose est bien. Personnellement, je pense. Non, c'est bon, mais personnellement, je pense que devant les enfants, ces actes sont irréfléchis. Mais le verbe, d'abord, oui, ensuite, enfin. D'abord, ces scènes, malheureusement, auront un impact défavorable sur leur comportement. Combien de fois les éducateurs font observer des comportements déplacés des enfants victimes de violences familiales? إذن هاد الحجة الأولى بأن هذاك لو كومبورتمون اللي تصرفوا به الآباء غير معقول. خصوص أمام الأطفال.
D'abord, ces scènes, malheureusement, auront un impact favorable. L'exemple. Combien, par exemple, combien de fois les éducateurs font observer des comportements déplacés, des enfants victimes de violences familiales. Les séquelles de ce genre d'actes seront gravées dans leur mémoire. Et une fois adultes, ils reproduisent les mêmes actes inconsciemment. طريقة ديال كتابة ديال الديفلوبمون بأسلوب ديال بلان سامبل. أول شيء خص تقدمه هو الرأي ديالك. بيرسونيلمون جو بونس كو دوفون لي زونفون. هذا غير مثال. بيرسونيلمون جو بونس كو دوفون لي زونفون سي زاك سون إيغيفليشي. أجاوب مباشرة على التساؤل اللي مطروح في السوجي. واش أنت متفق معاه ولا لا؟ من بعد تبين علاش. D'abord, ces scènes, malheureusement, auront un impact défavorable sur le comportement. Combien de fois les éducateurs font observer des comportements déplacés des enfants victimes de violences familiales? Les écoles de ce genre d'actes seront gravées dans leur mémoire. Une fois adultes, ils reprennent les mêmes actes inconscients. خاصك تحكم في اللغة في الأسلوب ديالك في التقنية ديالك في الكلمات في الأورتوغراف غرامير لونغ بسبب Oui, un enfant a besoin d'être entouré d'amour paternel. ولا بده يكون هناك واحد الحب ولا بده يكون هناك واحد في الأسرة تكون هناك حب يكون حنان يكون عاطفة تجمع بين الآباء بيناتهم وكذلك آباء والأولاد. Puis un enfant a besoin d'être entouré d'amour paternel, de calme et de paix. Pour se sentir en sécurité, mais une fois ce système brisé à cause des querelles quotidiennes entre les parents, cela provoqua chez lui des troubles et un sentiment de frayeur. Une fois أغلبية ديال التلاميذ غادي يحاولوا يتقنوا مزيان لأنه جميل جدا وسهل للغاية وجميع التلاميذ أولى بكالوريا قدر يستعينوا به في الامتحان ديالهم غاسهم غير يدركوا حاجة هو يقدوا البلان ديما لانتخدكسيون يراعيو هاديك اللي قلنا لا بريزونطاسيون دي سوجي امنو لي سوجي كاين واحد السؤال طرحوه من بعد يجاوبوا عليه في العرض العرض في البلان ساب يا اما تبدا بالراي ديالك الشخصي هو الاول بيرسونيلمون جو بونس وتجاوب على السوجي مباشره من بعد تتقدم الحجج ديالك اذا ننتقل الان الى الخاتمه لا كونكلوزيون اذا واخيرا لا كونكلوزيون خاتمة ديال لا كونكليزيون تتلخص هذاك الشيء كامل اللي تطرقت ليه منذ البداية بخصوص العرض وبحال ملخص ديال داك الشيء كامل اللي تطرقنا ليه في العرض في لا كونكليزيون ديك الساعة كلينا نديرو واحد البيلون الحصيلة كاملة على هذاك البخودي سيكريت مثال بور كونكلور تنستخدمو هاد العبارة هادي بكثرة بور كونكلور في الختام il faut garder à l'esprit Il faut garder à l'esprit. J'ai mis le terme. Il faut garder à l'esprit. Qu'un enfant est sensible. Il faut garder à l'esprit qu'un enfant est sensible. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en considération
son état d'âme. Mais le tef le wahsas. Benzine, il est là, nous. Bien sûr. الحالة النفسانية ديالو ما تتساعدوش بيان سور على تحمل هذاك العنف الأسري. Pour conclure, il faut garder à l'esprit qu'un enfant est sensible. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en considération son état d'âme. L'enfant est l'homme de demain. Et son éducation est primordiale. والإحساس بالأمن et sa sécurité est le facteur le plus important pour son épanouissement. لأنه ما كانش هناك أسرة فيها الحب وفيها الحنان وفيها الأمل الطفل النفسانية ديالو ما غاديش تكون بيان سور إيجابية. غنحصلو على رجل غد مريض. إذن خاصنا نتجنبو العنف العنف الأسري، يا إما العنف داخل الأسرة أو العنف خارج الأسرة، خصنا نتجنبوه أمام الأطفال، ما خصنا نمارسو العنف أمام الأطفال، لأنه تأثر على النفسانية ديالهم. إذن كخلاصة، هذا هو برودوي سكريت على شكل بلان سامبل، هذا التلاقي لجميع التلاميذ اللي عندهم مستوى متوسط في اللغة الفرنسية. كذلك مستوى امتي بو فابل، مستوى لم اقل ضعيف ولكن ناقص شيء ما، يجب عليه ان يتطور. اذا يمكنهم ياخذوا هذا البلان هذا يحاولوا تدربوا عليه باش يحصلوا تو دو ميم على واحد النقطه ايجابيه في الامتحان الجاي. اذا هذا البلان سامبل هو احسن بلان في بروسيس سكريت بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم مشكل في اللغه الفرنسيه. داكوغ، لان بزاف ديال التساؤلات تطرح تجيني بزاف ديال التساؤلات، شنو هو افضل برودوي سكريت؟ انا زعما في بالي بان افضل برودوي سكريت بالنسبه للتلاميذ اللي ما عندهمش قدره الكتابه هي يستعنوا بالبلان سامبل، في لانتروديكسيون بسيطه جدا، ديفلوبمون كذلك بلان سامبل، تستعمل على الراي وبعد بعض الحجج، قدره حجتين او ثلاث حجج، ولا كونكليزيون كيف ما تشوف. إذا خلاص القول، إلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم السعادة والتوفيق في حياتكم الدراسية. سوف نلتقي في فيديو جديد نطرق إلى موضوع جديد يخصكم كتحضير امتحان الجاوي الموحد خاص بمادة الفرنسية لا برودكسيون إكريت هذه المرة. إذن إلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم يوسف دالين من خلال جو كومينيك تي في وكذلك سوكسي باك. حاولوا تبارطاجوا الفيديو باش يوصل لجميع التلاميذ اللي باغين يحصلوا على نقطة إيجابية. شكرا لكم.